Hasaballah is a style of brass band music in Egypt, dating back more than 150 years. It uses brass and percussion, and started as military music in the 19th century, but developed into an entire genre that was extremely popular until the 1960s. It was started by Mohammad Hasaballah, who played the clarinet in a royal military band at the time of Abbas Helmi, the Khedive of Egypt, while it was under Ottoman rule in the 19th century. Hasaballah launched his own band in 1860 in Muhammad Ali Street in Cairo, which became famous for its artists and its musicians. Hasaballah's band played for rich and poor alike, and at weddings and funerals. The band featured in Egyptian movies, some of them classics. Other musicians imitated the Hasaballah style, and the bands played at family and national festivities. Those days are over, but the Hasaballah genre has retained a place in the hearts of Egyptians today, many of whom still think of it as the people's music. أنا حسبالله السادس عشر آخر سلالة آل حسبالله السلالة التي غزت جميع الميادين من ميدان الحسنية إلى ميدان المذبح من القاهرة إلى الإسكندرية أنا حسبالله رضيع الفن ونابليون أكبر فرقة موسيقية نحاسية مين في مصر ما يسمعش على حسبالله مش بس مصر العالم العربي كله يعرف حسب الله لان حسب الله جزء من تاريخ الخديوي اسماعيل جزء من تاريخ الفن المصري جزء من تاريخ الموسيقى التراثيه المصريه محمد علي كان يريد أن ينشئ أو يؤسس جيشاً على غرار الجيوش الأوروبية وبالتالي هو كان يريد أن يقدم نموذجاً مهماً أو موازياً لنماذج الجيوش الأوروبية فقام بإنشاء مدرسة في منطقة الخنكة هذه المدرسة كانت مهمتها تخريج عدد من الطلاب الذين يعزفون الموسيقى العسكرية وبدأها ب930 طالبا كان دي أول مدرسة لتعليم الموسيقى في مصر أول مدرسة نظامية لتدريس الموسيقى في مصر كانت مدرسة الموسيقى العسكرية كانت بتدرس بس آلات النفخ وكانت بتعتمد على أساتذة من أفضل أساتذة في الدنيا كانوا في الوقت ده إيطاليين وفرنسيين هما اللي أدخلوا التعليم الموسيقي في مصر الفرقة بتاعت المدرسة اللي تولى أمرها كان واحد اسمه حسبالله طبعا كان واخد لقب عسكري اعتقد انه ما يوازي يوسباشا او نقيب يعني هؤلاء المصريين اللي تعلموا الالات الموسيقيه الغربيه وخصوصا في فصيلتين فصيله الات الايقاع وفصيله الات النفخ بعض هؤلاء العازفين خرجوا على المعاش في هذه الفرق وجدوا ان هي فرصه سانحه ان هم يستكملوا نشاطهم الفني ولكن ليس في إطار الدولة أو في إطار الجيش ولكن في إطار الحياة المدنية لما خرجوا راحوا مسلمينهم الآلات بتاعتهم ما كانش فيه آلات بتتباع سلموهم الآلات بتاعتهم قالوا لهم خدوا الآلات دي عشان تشتغلوا بيها بره حسب الله
كانت هي الوصل أو النقلة المهمة في أنه الموسيقى تنتقل من شكلها الغربي البحت أو دورها الرسمي إلى أن هي تروح للمستمع والمتلقي المصري. كانت الموسيقى بتنقسم إلى قسمين، موسيقى مختصة بالاحتفالات الاجتماعية أو ما يسمى بموسيقى الصفوة. وموسيقى الصفوة هنا نقصد بها الموسيقى التي كانت تعزف في قصور أمراء أسرة محمد علي في ذلك الوقت. لكن إذا انتقلنا إلى الجانب الآخر وهي الموسيقى الشعبية أو الموسيقى العامة، وخصوصا في الاحتفالات مثل الزواج وغيره من الاحتفالات الشعبية، وكانت فرقة حسب الله هي التي تتبنى ذلك طول الوقت. هذه الفرقة لم تنشأ بداياتها في شارع محمد علي، ولكن عندما اشتهر شارع محمد علي بالفرق الموسيقية وبالعازفين والفنانين لتواجدهم على بعض المقاهي الموجودة في هذا الشارع، وبالتالي بدأت تنتقل الفرقة لتقيم في شارع محمد علي وأصبح لها محال بها. وهنا بدأت فرقة حسب الله تشتهر شهرة كبيرة من خلال شارع محمد علي وخصوصا لعامة الشعب المصري. كانوا ينزلوا عشان يجيبوا ناس ويتفقوا مع ناس عشان يتكلموا، عايزين فرح، عايزين حفلة، عايزين عيد ميلاد، فكانوا موجودين الناس بأسمائهم في شارع محمد علي زمان. كانت في فرقة كبيرة جدا 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 بالفرقة، يعني الفرقة الموسيقية بالنجم بتاعه بيبقوا متواجدين في شارع محمد علي. شارع محمد علي شارع الفن الجميل، شارع الفن اللي خرج منه أكبر فنانين في مصر. اللي ما يتعلمش في شارع محمد علي في وسط بتوع المزيكا القدام ما يبقاش بتاع مزيكا. ما تلاقيش فيلم عربي، فيلم مصري إيه اللي هيستعينوا فيه؟ فرح حسب الله، خراقة حسب الله،
يعني الفرقه بقت محترف التصوير سينمائي. فيلم شارع الحب حسب الله السادس عشر، ودي اسماء فعلا، دي حقيقه. سلام حسب الله السادس عشر. فرقه حسب الله شهدت تطور ما بين الغناء في القصور ثم الاحياء الشعبيه ثم في السينما المصريه. اللبس ده من ايام الملك فاروق، ده الاساس اللي احنا كنا واحنا صغيرين بنتفرج عليه في التلفزيون، وفيلم شارع الحب. الزي التقليدي اللي هم لابسينه هو عباره عن تراث غريب جدا من اللبس الاولي اللي كانت الفرقه بتلبسه. كانوا بيلبسوا لبس جميل اصفر، زراير لازم تبقى متلمعه، حاجة يعني مشابهة للموسيقات العسكرية. مزيكة حسب الله بتنقسم إلى جزئين، جزء الآلات النحاسية وجزء الإيقاع، كل البركاشن. إيه جزء الآلات النحاسية؟ تربة، ساكس، باستهورن، الكورن، يعني حاجات قوية قوي في العزف، قوية. لما يجي العازف يعزف لازم تبقى عاملة صوت فظيع، زائد الآلات البركاشن اللي هي زي إيه؟ طبلة كبيرة، طم طم طم، لازم ده يسمع، ترومبيتر تر تر. الفرقه دي فيها ميزه، مجموعه الطبل الرهيبه قوي، كويس، لان الطبل دي بتعني نوع من الاعلان الخفي عن ان الفرقه وصلت، وكل واحد عارف الاله بتاعته اللي بيشتغل بيها، يطلعها من المحل يحطها تحت باطه وياخدها ويتكل على الله يروح شغله، يخلص شغله ويجي يعلقها. الالات الموسيقيه الكلاسيكيه زي آلات النفخ مش مجهزة ولا مهيئة لأنها تستخدم، أنها تنتج هذه العرب بشكل ناضج. اللي عمل ده المصريين قدروا يطوعوا هذه الآلات، مش بتغيير في الآلة، الآلة زي ما بتطلع من المصنع بيعزفوا عليها، لكن هم بيعزفوا عليها بشخصياتهم بطريقتهم، خلقوا أسلوب في العزف. الأسلوب ده مختلف بشكل تام عن المدرسة الكلاسيكية العالمية اللي هي بتدرس في معاهد زي الكونسرفاتوار. كان ذكاء محمد علي حسب الله ان هو بقدر ما قدم اعمال استقاها من الموسيقات اللي كان بيقولها في برنامج الفرقة العسكرية، قدر يقدم اعمال جديدة او يحاكي اغاني المصريين بيحبوها، وبالتالي هو زي ما بنقول قدم المادة الموسيقية الشعبية اللي فيها الربع تون واللي فيها المقام الموسيقي العربي واللي قريبة ومحببة إلى أذن الإنسان المصري العادي، قدر يقربها له. كانوا بيعزفوا ألحان لكبار المؤلفين الكلاسيكيين في العالم، زي مثلا برامز، زي مثلا باخ، زي موتسارت، بيتهوفن. بتمشي قدام المياتم تعزف لحن حزين، اللحن الحزين ده واحد من الكلاسيكيات المعروفة جدا بالنسبة للموسيقى الكلاسيكية. كل حاجة كانوا بيعملوها، يزفوا عروسة، يزفوا عفش، يعملوا أعياد ميلاد، يعملوا مهرجانات، يشتغلوا في موالد، يعني حاجات كتير قوي.
طبعا مشاركات حسب الله في المناسبات الشعبية والمناسبات الخاصة زي الأفراح وحتى الجنازات دخلت حسب الله كل بيوت مصرية، وتعرفت فرقة حسب الله دي معروفة كويس قوي لكل الناس في مصر. ده خلى فيه حاجة بين الشعب وبين فرقة حسب الله، الناس بتحب الفرقة دي. لكن منذ ستينات القرن العشرين بدأ تدهور حال فرقة حسب الله. فرقة حسب الله اللي كانت موجودة زمان مع الأيام ومع الإعلام والتطور والمزيكا اللي طلعت والحاجات اللي طلعت ابتدت تنقرض. بدأ ينحصر دور فرقة حسب الله في الأحياء الشعبية وفي حدود ضيقة جدا. في وقت من الأوقات كانوا جزء من عصر. لما انهار المجتمع المصري والطبقة الوسطى اختفت انهارت فرقة حسب الله. فبقى في اتنين حاولوا او بيحاولوا يحيوا فرقة حسب الله، يحيوها من جديد، واحد اسمه عم عزت وواحد اسمه الأستاذ سامي. أنا ابتديت أشتغل مع فرقة حسب الله سنة 65، اشتغلت فيها وأنا صغير وعندي 13 أو 14 سنة. سمعت مزيكا في الفيوم، مزيكا حسب الله، أما عشقت المزيكا والناس اشتغلت فيها. جيت إيه على مصر، شفت الحاج علي ابن حسب الله كان بيقعد معانا على القهوة، يقول لأبويا كان بشاويش وأبويا أبويا ده أساس دخولي حسب الله ودخولي المزيكا. جيت هنا عملت أفلام عادي أعملها، والصور موجودة عندي بأطبول بتاعت وليد توفيق وصبر بن اللحاس ومبيش بن حرامي وشوارع من النار ورزاء الشر والمذبح والفرن والتوأم وليلة الحلمية وجيزانية. رحنا مع سمير غانم بالشعرة ساعات ما يقول آخر كلمة ننزل بالروم وسمع يقفل روح قبل ما عليك ما كانش كده ينششنا. أصبح بقى إيه سنة 70 قلت لهم بقول لكم إيه؟ عم عبد الحميد كامل، عم ربيع، عم عطية، محمد أحمد، شيخ إبراهيم، عادل العمدة، عبد التواب، ما نعمل طقم لوحدينا وعندنا اللبس والعلم. عملنا مجموعة. أنا هنا بقالي 50 سنة في الشارع، تواريخ الشارع كلها معايا. حسب الله كان راجل محترم، بس إيه اللي زينا بيروح عند البوات، يروح عند حاجة يقول عزيزة نار الخارج. المزيكا دي فن وأجواء وأخلاق، وبعدين زميلي ما يحترمنيش بناقص. ست انبار عم فتحي يعزف كلارينيت، وائل يعزف ترومبا، عم قادر يعزف ترومبا حسب سنة ترومبيتي، ناصي كاس انا طبلة. بعزف على آلة ترومبا وتعلمتها ايام ما كنت في الشرطة في البوليس، ولما طلعت طبعا جيت بقى عملتها مهنتي واشتغلت هنا في شارع محمد علي. حد درس فينا موسيقى ولا نوتة مضمر سماعي، بسمع الأغنية مرة واثنين، سمعناها مرة واثنين قلنا أي أغنية بنقولها، يعني بنقول عبد الحليم بحلم بيك، أسمر يا سمران، قولوا له الحقيقة،
حاجات لوردة، حاجات لمحمد فوزي، يا نجف بنور برضو بنقولها في الأفراح. بيقود الفرقة وبيقول لنا قولوا كذا، واحنا في قلب العمل بيلقمنا اعملوا كذا قولوا كذا، بيحركنا بصراحة سخن. لو ما كنتش معانا في يوم وكان تعبان فترة ما هوش معانا الفرقة بتبقى نية. هو حامي قوي طبعه، حامي معانا وبيتنرفز في الشغل وعصبي جدا، بس ده مصلحة الشغل. ما بيشغلش معانا برشي، واحد يجيب لي شغل اقول له لا مش رايح. مين الزبون؟ عايزين الساعة كام؟ الساعة واحدة ييجوا. كنا انا محضر الهدوم من المخزن والعدل، يلا نمسك على السواق يجينا يودينا. هم كانوا كده فعلا، كانوا بساط جدا جدا جدا، وكانوا بيستنوا الاوردر اللي احنا بنقول عليه الاوردر دلوقتي. هم كانوا بيسموها حفله في الوقت ده، ان هم يطلعوها عشان خاطر يقدروا يصرفوا على نفسهم. مناسبات عيد ميلاد، اسبوع ممكن، بتاع محل، كتب كتاب، حفله، ناس جايين من بره. احيانا بنعمل زفاف عزال، افراح مفاجاه، يعني مثلا صحاب العروسه او صحاب العريس بييجوا يجيبونا مفاجاه للفرح. بتمشي برضو بتزف زفه العفش، يشيلوا النمليه والمطبخ على عربية، أوضة الصالون على عربية، أوضة النوم على عربية، التنجيد على عربية، وهم يبقوا ماشيين في قدامهم قدام العربيات وفي وراهم، فهم كانوا دايما يبقوا ورا العربيات ديت بيزفوا، والناس بتقف تتفرج عليهم خصوصا في الأرياف، وبيتعرف إن الفرح ده فرح فلان. طب يا سهرة إمتى السهرة؟ بكرة. بتبقى يعني بيبقى هي تمهيد للسهرة اللي هي هتبقى فيها فنانين وفيها راقصين وفيها ارتست وفيها كل حاجة. Hasaballah was both the name of a band leader in mid-19th century Egypt and of his band, which became so popular it gave birth to an entire genre of street music. Hasaballah-style music was played at family events, weddings, and parties, as well as national celebrations. It became really popular at all levels of Egyptian society. Following Mohammed Hasaballah's death, several bands developed, imitating the brass and percussion style. One is still run by Izzet Fayoumi, who once played in one of the incarnations of the original Hasaballah band. New groups have sprung up, trying to keep the braid tradition alive, but giving it a modern spin by adding new rhythms and instruments. Izzet's six-piece band still plays in the old traditional style, and still manages to get gigs at family events today. يجيبونا في الافراح ليه؟ علشان بيبقى فاكهه مفاجاه كده وبتبقى فرحه للناس. هم حافظين برنامج معين من الوجهه الفنيه، هم بيوجدوه وبيجدوا من التقدير والتفاعل ان الناس بتطلبه. طالما الفرقه بتقدم عمل الناس بتقبله وبتتفاعل معاه، ده مؤشر قوي جدا جدا على احتياج المجتمع لهذا النوع من الفن. شكر بتاعنا السكسيه،
ما يكونوا مبسوطين قوي من شغلنا بس. بالنسبه لفرقه عز والله مبسوط منها قوي 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 قوي، وحمد ربنا عشان فرقه حلوه وهي اللي عايشاني اشتغل ايه غيرها. طب انا احب ايه ثاني واروح فين؟ ما هي دي الفرقه اتخلقت فيها واموت فيها. الفرقة دي فيها ميزة مهمة جدا جدا، انهم عيلة متآلفة مع بعض، اذا حد منهم وقع كل الفرقة تقف معاه. انا واحد من الناس لعبت فترة وهم شالوني كلهم بيطلعولي كأني في العمل معاهم، ويجون البيت والزيارة وكل حاجة. أنا حبيت أعمل يعني حاجة عملية كده، تجربة عملية نتكلم فيها عن فرقة حسابالله دي بتعزف إزاي في الوقت اللي نفس الآلات دي لما بتعزف الأوركسترا بتعزف إزاي. جمعت مجموعة من خريج الكونسرفاتوار والطلبة عزفوا معايا، وكانت فرقة حسابالله موجودة عزفت نفس الموسيقى. في تفاصيل تقنية كتير بتختلف ما بين المدرستين، المدرسة العالمية والمدرسة المصرية، بين دول بيعزفوا ازاي وصوتهم ايه ودول بيعزفوا ازاي وصوتهم ايه. الصوت نفسه مختلف، التعامل مع الآلة مختلف، اسلوب الأداء، حتى اسلوب اللي بينفخ بيه العازف. يعني هتلاحظ ان في عازف حسب الله خدوده بتتنفخ كده وهو بيعزف، لكن عازف الكلاسيك طبعا دي مدرسة تانية خالص، بيعتمد على شفايفه اكتر وبينفخ من بطنه. فما رحنا شغل لنا اللي احنا هنسجله، وما الاوركسترا جامل معاه كمان. جابينا بقى مزيكا عنده، أربعة ترمبلات، أربعة كورنو، أربعة ممبردينا، أربعة بصات لاب، أربعة كارنيت فيلاوي، إبوة، بنات تحت الفيلاوي، الترمبات. هم قالوا حاجة وإحنا قلنا حاجة، وبالقبل عملنا مع بعض القبلة. فما فيش نص ساعة حفظنا الشغل كله. تالت يوم الظهر كنا بنسجل مع الأوركسترا كله. شوف أمير دوسي قولها يا حبيبي، لا بس قولها معنا. شوف أمير دوسي فرقة تانية بتقعد هنا بس أنا ما بشتغلش معاهم. بيجوا يطلبونا بشغل برفض، احنا أصحاب بره الشغل وبسلم على بعض وكل حاجة ونقعد مع بعض، بس عمل معاهم ما بشتغلش. والدي كان اسمه أحمد بيومي، كان موجود هنا في شارع محمد علي. طبعاً لما جه ابتدى بقى إنه هو يتعب راح جايبني أنا معاه. مرة على مرة عرفت، عرفني الزباين وعرفني أشتغل إزاي وعرفني أعمل إيه
من ساعة ما مسكت مكانه هنا في شارع محمد علي طورت الشغل، لأن احنا أساساً الأول كنا شغالين في عب الهرم، في خط الهرم، زفة عفش، زفة عروسة، ماشي؟ دلوقتي بقينا شغالين فين؟ في التجمع الخامس، مصر الجديدة، مهندسين، الزمالك، الحتت الراقية دي. الزبون بيتصل على التليفون النهارده بيديني الاوردر في التليفون. الاول كان بيجي لنا هنا الزبون، دلوقتي بيتصلوا عليا معايا معاهم تليفوناتي. يا عم سامي احنا عندنا حفله خطوبه في التجمع الخامس، ماشي حاضر، باخد العنوان منهم وبتصل على زمايلي بديهم الميعاد بتاعهم. احنا عندنا شغل اليوم الفلاني، بتصل على السواق عربية فان بيجي بياخدني من هنا انا والرجالة اللي معايا، اروح اخلص شغلي وارجع تاني بالعربية هنا بالعدد والناس. حاليا الفرح يا نجب بنور يا سيد العرسان، البت بيضه بيضه، الاغاني الجديده اللي طالعه، الشرايط الجديده دي. احنا موسيقانا الشرقيه او المصريه او العربيه بتعتمد بشكل اساس على الموسيقى الشفهيه اللي الناس بيقولوا عليها سماعي. ما فيش حد فينا دارس مزيكا، احنا كلنا سماعي، يعني نسمع الحاجه دلوقتي نزمرها ونطبلها بعد 5 دقايق. لله الحمد يا رب. اتعلمت النوته وممكن ازمر بالنوته، يجيبوا لي ورق نوته اروح مزمر على طول. دلوقتي هنا في شارع محمد علي مفيش نوته، هنا بنزمر من دماغنا. تظل فرقه حسب الله هي فرقه موجوده بتلبي احتياجات معينه. طالما في فنان معين او فرقه معينه استمر وجوده واستمر الطلب عليه، فده يؤكد على فكره احتياج المجتمع لهذا النوع من الاداء وهذا النوع من الفن، وهو ده ربما من اسباب استمرارها، تفاعلها وتقديمها لما يروق للذائقه الجماليه الموسيقيه عند المصريين، وبس البهجه في نفوس هؤلاء الناس اللي بيستقدموهم عشان يشاركوهم في أفراحكم وفي بهجتهم في مكان مفتوح يسمح بالتفاعل بين المؤدي والمتلقي وبين حتى الجار أو الصديق أو المشارك أو اللي جاي يقدم مجاملة المشاركة في فرح الأقارب والجيران وما شابه ذلك. الجيل الصغير والشباب اللي الناشئ ما حضرش حاجة اسمها حسب الله وما شافش اللي احنا فيه ده، فلما بنظهر قدامهم فجأة ويرقصوا ومبتعبوا وفرحانين بينبهروا بيها تبقى فاكهة. We'll be right back.
الفرقه انقرضت وبقت قليله، ما فيش حد هيجدد ان هيطلع ابنه يشتغل بتاع مزيكا ويدوخ الدوخه اللي احنا دوخناها زمان. بعض الدارسين اللي مهتمين بفرقه حسب الله بيقولوا ان الفرقه في شكلها الحالي بدأت يتراجع عددها جدا جدا جدا، لكن هم لازالوا مرغوبين ولازالوا مطلبين. الفرقة طبعا دلوقتي فيها بقايا باهتة جدا للفرقة الأولى، إنما دايما بتتجدد بشبان. المفاجأة إن في منهم خريجي المعاهد الموسيقية الرسمية. نشأت من زمان جدا، فكانت دايما بتشارك الناس افراحهم يعني في الشوارع، فاهتموا بان هم يلعبوا الحاجات اللي شبهنا الشرقي على الالات اللي موجوده دي، وبينزلوا للناس في اماكنهم عشان يلعبوا الحاجات اللي تفرحهم في افراحهم. فبالتبعية الفورميشن بتاعنا نفس التكوين، يعني نفس التكوين بتاع الشكل بتاع فرقه حسب الله القديمه. فمن هنا جه قصه انه ليه احنا ما نبقاش حسب الله ونعمل حاجة بنفس الفورميشن بس حاجة جديدة يعني. فاحنا اقتبسنا الفكرة ديت اللي هو عايز البهجة للناس، عايز يوصل فكرة البهجة للناس، بس هي دي سبب تسميتنا لحسب الله يعني. احنا خدنا الفورميشن او التكوين الآلي، انه في ترومبت وفي ترومبون وفي بيس درام وفي سنير، خدنا الحاجات دي وابتدينا نشتغل عليها، بس ما بيبقاش مزيكتنا شبه مزيكتهم. احنا بنلعب حاجات غربي، هما بيلعبوا حاجات شرقي. احنا الاثنين بنمشي في الشارع برضو، مارشنج هي نفس الفكره. بنلعب بالالات النحاسيه، هو نفس الصوت الصادر من حسب الله القديمه وحسب الله الجديده. هو هما بيلبسوا لبس موحد ايا كان شكل اللبس، واحنا بنلبس لبس موحد برضو، لينا ستايلنا وهما ليهم ستايلهم. فرق بين شكل المنتج اللي بتقدمه فرقه حسب الله القديمه او حتى اللي مستمر بقاياها حتى الان، وبين الفرق الجديده اللي بتحاكي نشاط واداءات فرقه حسب الله. هو المفروض كل الحاجات جاز اللي احنا بنلعبها، بس في البيتس بتختلف بتخلي نوع التراك نفسه يختلف، يبقى فانك مثلا، يبقى صلصه، بس غالبا كل الحاجات اللي بنلعبها فانك وصلصة. الآلات المستخدمة في حسب الله الجديدة في ساكسفون، في ترومبت، في ترومبون، ودرام لاين. درام لاين ده بيبقى مقسم للآلات فيها درامز، بس كل واحد بيبقى شايل قطعة من الدرامز بيكملوا نفس الصوت بتاع الدرامز، كأن الدرامز ماشي مع بعض. فما زادش حاجات كتير قوي في فرقتنا كفورميشن يعني، غير مثلا الجيمبي، الآلة اللي أنا بلعبها. الآلة دي أصلا أفريقية، كان بتعمل من شجر، بيجوف الشجرة ويحط الجلد عليها ويشدها بحبال، زي الطوبة اللي عندنا بتاعت الفخار. بيعمل فخار عادي جدا ويحط الجلدة ويشدها بحبال وكده، نفس الفكرة بالظبط بس باختلاف الصوت الخارجي. كباند يعني لازم نتمرن، فكل حد فينا عنده المكان اللي بيتمرن فيه لوحده في بيته في اي مكان يخصه هو، بس لازم الموضوع عشان المزيكا تطلع يعني تايد وماسكه نفسها مع بعض يعني، فلازم نتجمع عشان خاطر نعمل بروفات على الحاجات اللي احنا عايزين نقدمها للناس يعني.
احنا بنتبلغ بالعمل يعني من خلال مديرة اعمالنا الموجوده معانا هي القائمه بعمل البند. فبنتجمع غالبا فيبقى بيبقى في عمان المريض بيجي لنا البوس واحنا لابسين اللبس اللي احنا متفقين عليه. واللبس ده بيبقى على حسب يعني بالليل ولا الصبح ولا هنشتغل احتفاليه مع مين بالظبط. بنخلص بنروح البوس نروح على مكان الشغل غالبا بيبقى لنا مكان نقعد فيه يعني. بعد كده بننزل نشتغل التراك ليست بتاعتنا عندنا اكتر من 15 20 تراك مثلا فبننتقي منهم اللي يناسب الحكايه اللي احنا فيها. الاحتفالات اللي احنا بنشارك فيها ممكن نشارك في اي حاجه يعني. بس غالبا بتكون في الشارع يعني في مكان مفتوح ما بيبقاش اون ستيج ما بنلعبش على الستيج على المايكات او حاجات لا بنبقى احنا مارشينج باند بنلعب واحنا ماشيين. حسب الله بشكلها بهدفها بتكوينها بالنوع الفني اللي هي بتقدمه يجب الحفاظ عليه. بطبيعه الحال هم نفس الطريقه اللي هم كانوا ماشيين بيها زمان هم ماشيين بيها دلوقتي، ناس على الاقل بتحافظ على الاسم حتى لو ما كانوش موجودين بنسب ولكن هم محافظين برضو على اسم حسب الله. ناس غلابه قوي وعايزين اي دعم علشان يطلعهم في الضوء لأن معظمهم كانوا إذا جاز التعبير في الضلمة. ففرقة حسب الله هي فرقة لازال اسمها له الرنين اللي يخلي كتير جدا من الفنانين المثقفين العازفين المتعلمين تعليم أكاديمي يلصقوا بفرقهم اللي بيقدموها اسم حسب الله دليل على أن هذا الرجل استطاع أن هو يحفر لاسمه والفرقته الأصلية حضور ووجود في الذاكرة الفنية المصرية. حسب الله الأولاني اتحول من رئيس فرقة لأسطورة لحدوتة لتريد مارك مسجلة